الإطلاق العشوائي للعيارات النارية، شنو العقوبات الموجودة في نص القانون حول هذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إطلاق العيارات النارية تناولها القانون 72 لسنة 1982. هذا القانون عاقب بالحبس يعني مدة سنة إلى 3 سنوات كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات، في داخل الأسواق، في الاحتفالات. وأيضا يعني هذا القانون أعطى صلاحية لرؤساء الوحدات الإدارية بمصادرة السلاح المستخدم في إطلاق العيارات النارية.